أعزائي مشاهدي ومتابعي المصير في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في لايف جديد وتفاصيل جديدة عن قضية تفاح التجمع. زي ما حضراتكم شايفين ومتابعين معانا إسلام زوج إحدى ضحايا سفاح التجمع، يعني هو اتفاجئ إن زوجته إحدى الضحايا. وتعالوا نعرف تفاصيل أكتر عن أميرة وحياة أميرة، تفاصيل أكتر عن آخر مرة شاف أميرة فيها، وطبعا تم استدعائه في النيابة والتحقيق معاه في يعني حادثة مقتل زوجته. تعالوا نعرف أكتر عن القضية. بنرحب بيك معانا إسلام. احنا طبعا بنعديك، عايزين نعرف أكتر عن آخر مرة قابلت فيها أميرة، ويعني كان ايه سياق الكلام ما بينك وما بينها؟ آخر الكلام والله حضرتك، هي كانت معايا في نفس اليوم اللي هي حصل فيها الجريمه دي وكده، تمام. كانت زي اي حد بيودع حد، مبسوط مني حبيبي انت كويس، انا كنت بقولها انت بنتي، انت امي، انت حبيبتي، انت مش اللي هو عارف حاجه حضرتك، بس اللي هو يعني ايه برد عليها بنفس اسئلتها، يعني مبسوط مني ما بجد ابو فريده انت لسه بتحبني. والله الاسئله دي انا استغربت لها اصلا يا استاذه، بس انا فعلا يعني دلوقتي بس عرفت هي كانت قد ايه بتحبني جدا، وكانت وهي ماشيه مثلا زي بتودعني او حاجه. مش هو بيقول لحضرتك ان الميت ده بيبقى قلبه حاسس 40 يوم او كده، تمام؟ هي زي كده. انت بقى عرفت خبر الوفاه منين وازاي؟ كلمني الاول رئيس مباحث جنوب اول بتاع بورسعيد، تمام؟ هو هنا اصلا مش بيبلغني بقى بالحادثه، هو بيقول لي انت زوج اميره؟ قلت له اه تمام يا فندم. قال لي طب احنا عايزينك. بقول له طب هو حضرتك اميره عندك؟ قال لي مش هبلغك باي تفاصيل غير اما تجيني، عشان حتى مش هقول لك ان اميره عندنا، يعني انا عايزك هتيجي تمام. فركبت بالليل بقيت عنده، تمام. ايه بصيت نفسي محبوس ماشي، اصلا الاجراءات كلها ضدي، يعني كان انا اللي عملت كده. بس حضرتك خدوك على المسرحه، اتعرفت على الجثه، وبعدين رجعت للنيابه، وطبعا اثناء تحقيقات النيابه عرضوا عليك فيديوهات تمام وحاجات، وانت تعرفت بالفعل على ان دي اميره. احكي لنا بقى اكتر عن اللي حصل معاك في النيابه. بص حضرتك، هو اصلا يعني ايه زي ما قلت لحضرتك في الاول، الفيديوهات دي ممكن تكون تركيب او حاجه او الصور. بص انا مش هظلم، تمام، بس الصور دي اكيد يعني تحت تقدير، تحت حاجه، لان البنت دي 10 سنين معايا وما اذنبتش في حقي او غلطت في حقي، هي فعلا حب عمري وانسانه كويسه جدا ومهذبه، وبعدين يعني ما شفتش منها حاجه وحشه. انا بجد البنت دي بطلب لها الرحمه. اميره كانت رايحه فين ساعه ما سابتك اخر مره؟ اميره كانت طالبه اوبر على اساس اللي هي داخله ابو النمرس مساكن الجيزه، تمام، اللي هي عند اخوها ومامتها حضرتك ماشي. بعد كده الاوبر اصلا نصمم ان هو نص ساعه مستنيها، انا انتظار الاوبر ابتدى يقلقني، اللي هو الاوبر اصلا اقصى حاجه 10 دقائق 5 دقائق وبيلغي الرحله، فهنا الرحله ما اتلغتش حضرتك والاوبر مستني، وهي زي ما يكون مش عايزه تمشي والله، حاجه فيها، بس عشان كانت معاها ميعاد مع اخوها وكده، تمام، فاللي هو ايه برده راحت ماشي. اثناء من هنا من بالليل للصبح 6 الصبح كده بدات ارن عليها. انت ما رنتش عليها طول الفتره اللي هي ماشيه؟ لا اللي احنا اصلا متكلمين وكده وكنا في البيت مع بعضينا. والبنت كانت معاها؟ لا البنت كانت معايا ونايمه جنبي. بس البنت قالت لي كلمه كده، يعني اسف، كان في غروب 6 سنين فريده. بتقول لي انا قلبي حاسس ان انا مش هشوف ماما تاني. صدقيني يا استاذه والله العظيم انا من بعد الكلمه دي انا ما شفتش النوم تاني بنفس اليوم ده، يعني تمام. هو الغراب بيعوي، تمام، فوق البيت، وهي البنت بتقول لي كده. انا قمت ولعت سجاره وكده، تمام، في اوضتي. بس انا بعد الكلمه بتاعت فريده دي انا ما نمتش والله يا فندم، يعني بالتاكيد البنت الصغيره مش بتكذب، البنت الصغيره بتقول تحس باي حاجه، مش هشوفها تاني. عماله بتودع فيك. استقبلت الخبر ازاي بقى ساعه ما عرفت بقى ان اميره ماتت؟ انا لما روحت حضرتك المشرحه وشفت الجثه نفسها انا كنت بقول يا رب ما لقاش هي، يا رب ما تقع. هو زي ما قلت لحضرتك رئيس النيابه كلمني وكده ورئيس مباحث، وصلت لجنوب اول، وبعد جنوب اول اتحبست بالليل الفجريه ودوني. عملت ايه بقى ساعه ما شفت الجثه؟ انا انهارت حضرتك واغمى عليا، انا بقيت اقول ليه يا اميره، ليه سبتيني ليه يا اميره؟ ماشي. وبعدين
ولا قبل ايه؟ رجعت للنيابه تاني وتم التحقيق معاك، ويعني انت قلت ايه بقى ساعه ما تم عرض الفيديوهات عليك؟ انت اتعرفت على ان دي اميره، كان ايه رده فعلك للنيابه؟ كانت ايه؟ هو بصراحه رئيس النيابه بيتكلم معايا وكده، هي دي الشخصه. قلت له هل انت قعدت معاه كام سنه؟ قلت له كذا. قال لي طب انت عشرتها؟ قلت له تمام. بس هنا في حاجه حضرتك، هو تقدري تقولي كده يعني البنت اصلا وهي ماشيه والله العظيم زي ما يكون قلبها حاسس، تتمادى تتعطل مؤخرا الاوبر نص ساعه، فاللي هو مش عايزه تروح المكان اصلا. تمام. فبالاكيد الشخص نفسه بقت لها الاوبر على اللوكيشن وكده، لان هي ما عندهاش لوكيشن. الخبر ده ازاي واسرتها برضه؟ لا احنا اتفاجئت ان مامتها عارفه، يعني هم اصلا لما وصلوا الامير على الطريق مرميه لقيت ان اخوها ومامتها عارفين، وعن طريق اخوها وامها جابوني انا، يعني ادوا المباحث رقمي وكده. مع اخوها وامها ان هي اصلا بص حضرتك بطاقتها لغايه دلوقتي معايا. تمام. لو حبها خلي بالك. اوكي ماشي. ولا كان معاه اثبات شخصيه ولا كان معاه حاجه غير هدومها وتليفونها، فهنا هم عطروا عن اهل اميره بالطريقه دي. أيوة. ماشي. وده شغل المباحث طبعا. تمام. فبكده جابوني ودخلت على المشروع. انا لغايه ما روحت المشروع صدقيني والله انا مش مصدق ان دي اميره، يعني انا بدعي من عند ربنا ان هي ما تكونش ان دي اميره. تمام حضرتك. بعد ما اتفاجئت وكده والله اغمى عليا، انا اصلا المباحث بتشدني وكده، اللي انا اصلا عايز اخدها في حضني. انا هي نفسها هي اميره، بس ازاي وصلت لكده؟ ما كانش ده اتفاقنا كده. مشهدها كان عامل ازاي؟ المشهد حضرتك ما يسرش على اي حد. انت لو عادوا مش هتعمل، انت لو اسرائيل مش هتعمل كده. كدمات في وشها من هنا مزرقه. عايز اقول لك ان وشها مش باين اصلا. انا لولا عارف ان انا جسمانيا، انا عرفت جسمانيا بتاع مراتي، انا 10 سنين معاها كل يوم بصحى. مش قادر اقول لك غير كده، انا عرفت البنت من جسمانيا، هي اصلا نحيفه وخاسه حضرتك. تمام. ف منه لله كان بينقي اشخاص اللي هي شبه طبع مراته دي، او شبه مراته، او حاجه رفيعه زي مراته. فده مش ذنب انا ان انت دول عن 99 مخلوق، وان انت تقع في البني ادمه دي وتخلص عليها. كنت سبتها لبنتها، كنت سبتها انا مش عارف اقول لحضرتك ايه. هو اكيد يعني ربنا ينتقم منه، لان هو حرم بنت صغيره من مامتها. ومن كفايه البنت دلوقتي جه العيد، معلش انا بوديها لامي تسرحها وتلبس، بوديها لاختي، هي اتحرمت دلوقتي من الاموه. حتى لو مش متعلقه بمامتها هي اتحرمت من الاموه. ليه مش متعلقه بمامتها؟ هو بص حضرتك دايما كان في ايه، ان فريده متبعه لاهلي انا من وهي نون اصلا، يعني ام فريده. فاول ما اتجوزنا وكده كان بيبقى في مشاكل. تمام. فكانت لسه مخلفين وكده، وكانت بتسيب البنت وتمشي عند مامتها اللي هو بتغضب، وكانت بتسيب لي بنتي عشان تعاقبني. فانا زي اي راجل يعني، كنت باخد البنت بوديها لاخواتي البنات ويعيشوها ويرضعوها بس انت بتقول انها حب عمرك، ان انا ما هو ده العادي حضرتك. يعني مش معنى ان انت تتخانقي معايا يومين ثلاثه خلاص احكم عليكي بالاعدام، لا طبعا. هي شفت منها حاجات كتيره كويسه، وبعدين يعني مش قادر اقول لك ما تجيش للقتل، يعني ايا كان عملته ما تجيش للقتل طبعا. انت ما تقبلهاش حضرتك. يعني لو كانت اميره لسه عايشه وانت اكتشفت ان هي بالفعل كانت مع الشخص ده بس هي لسه عايشه، كان هيكون ايه رد فعلك؟ اسالها الاول حضرتك. انا اسالها، لان انا اميره انا متوقع ان هي ما تعملش كده بفعل فاعل وكما قواك العقليه، مش هتعمل كده صدقيني. البنت دي يعني بتصحى من النوم كده، انا اسف، كنا بنستبح بوش بعض، على اطلع على شغلي، تقوم تفطر بنتها، تشوف شغل بيتها. تمام. وهي فعلا عمرها ما بيسيل الشبهات في منطقتي، وممكن حضرتك تسالي في المنطقه هناك، هي ستي مخلصه لجوزها، يعني بقالنا 10 سنين مع بعض حضرتك، عمرها ما اذتني. وبعدين ليه يعني؟ هو باين في الصور او ان هي بتعمل كده مع حد حبيب ليها او بتاع، لا ده باين ان هي متخدره، او باين ان هي واخده مخدرات. الفيديوهات اللي انت والله مش فيديوهات، هو صور. تمام. هو مش موريني فيديوهات حضرتك، هو موريني صور. انا يعني انا اسف مش عايز اجيب سيرتها. تمام. يعني ادينا نبذه كده. بنت جنب ولد، مش قادر اقول لك غير كده بس.
بس بالتاكيد يعني صدقيني انا والله يا اميره لو عايشه ما هتعمل كده، انا متاكد منها. انا على فكره انا عشت معاها سنين. يعني ايه اميره لو عايشه؟ مش هتعمل يعني مش هتعمل كده، مش هتعمل حاجه وحشه زي ما هما بيقولوا. دي ست متجوزه وست محترمه وست مربيه وست ما انا اسف يعني تعرف شغل بيتها وتعرف. وبعدين تربت منزل حضرتك، ولا عمرها اشتغلت ولا عمرها يعني اقصى حاجه بتروح الجيزه وتيجي. وبعدين يعني لما تكون بايته عند اخوها او مامتها لازم بتبلغني. وانا في اليوم ده انا والله العظيم عارف ان انت فابو النمرس يا اميره. انا بقول ايه اللي جابني بورسعيد؟ ايه الواد ده؟ انا احنا استغربنا حضرتك. حتى لو النسيبه لو في نسيبه كان المفروض تبقى في الجيزه ابو النمرس. تمام. انا لقيت المحادثه كلها في بورسعيد جنوب اول، ما بين اسماعيليه وما بين بورسعيد، ورميها في حته اللي هو يعني متعود يعمل كده. ما شفت سفاح في التجمع، احنا مش هنسميه اي اسم غير انه سفاح. الله يبارك لك يا استاذ، الله يبارك. انا بصراحه هو فعلا ما يتقالش عليه غير سفاح، لان لو راجل عاقل او مش مجنون عقليا زي ما بيقولوا هو فعلا ما يعملش كده في اي انسان ايا كان. يعني ما بينك وما بين البنت انا مش معقول اقتلها او اشنع بجثتها. لا انا طبعا اتهجمت عليه في نيابه اسمها ايه دي بورسعيد، نيابه بورسعيد. ماشي. انا يعني حد قاتل حد عزيز عليا، انا هاخده بالاحضان حضرتك. انا فعلا اتهجمت عليه ولقيت سته بيضربوا فيا على سبيل ان انا اسيبه. وانا اصلا والله العظيم يا استاذ انا كنت عايز اطلع بالحته دي عنده، انا عايز اخنقه، انا عايز اكله عض. تمام. ده اقرب حاجه يعني، انا واكل معيش وملح. وبعدين انت مين اداك الحق ده ان انت تقتل البني ادم خالص؟ ده لو عملت لك حاجه مثلا انت بتشتكي بتعمل مش بتخلص على الجريمه، بتقتل وبتعمل. كان بيحطها في شنطه وكان بيعدي على الكمائن وكان بيعمل حاجات احنا مستغربينها كلنا حضرتك. بس اكيد ما يرضيش يعني، ولا يرضي ربنا ولا يرضي الحاكم ولا يرضي اي حاجه ان الشخص ده يستاب كده. انا بتطالب بيه، انا نفسي يعدموه يا استاذه، يا رب يستر عرضك. انا نفسي انا بجد انا بتمناه من عند ربنا عشان اللي توفت دي حتى ترتاح في تربتها. انا مش طالب غير ان هم يعدموه. كفايه اللي بنت صغيره 6 سنين حضرتك اتحرمت من مامتها. انا عايز حق بنتي يا ناس، انا عايز حق فريده. 6 سنين مش لاقيه مامتها، والله ما عارف اقول لها امك فين. انا مش عارف ارد على بنتي واقول لها امك فين. احنا بنهرب من فريده باي اسئله. واكيد حضرتك لو عندك بنت مش هتقول لها امك ماتت. اميره لو شايفاك دلوقتي تقول لها ايه؟ ربنا يرحمك ويسامحك.